يا هلا والله شباب، بهالفيديو جايب لكم مقتطفات من مشاركتي في بطولة لعبة Call of Duty Vanguard. البطولة جدا حماسية وفيها كتير لقطات ضحك وتحشيش، وكانت بين 4 يوتيوبرز، أنا ضد مودي الأسمر، ضد عزيز تشوبر، وضد كيمو اللي يمثل بلاي ستيشن الشرق الأوسط. وغير كذا بالنهاية بعد ما انتهت البطولة Call of Duty جابولنا لاعب كرة قدم مشهور جدا عشان يلعب معنا Call of Duty، وكل هالشيء موجود بهالفيديو. فيلا خلنا نبدأ. تعال فوق معي داود. انا وياك انا وياك لحظة خليك معه. ترى في واحد ها انطر انطر خله ايه؟ اوكي ما بعد ما بعد يا شباب كفو. القم الله يا بشار، القم انت الثاني. الله عليك داش علي. انا بحط سمي شيء. القم قلتم شلت هذا. الله عليك شباب، هدوا قريب النتيجة. هدوا شلت واحد بالنص. داش النص ذبحته. شلشني لا ما يتبل اقوى مسك لا تورا بعض. الله عليك واحد طلع فينا غدر فينا. الوقت معنا الوقت معنا خلاص. اهرب الوقت يا ربع. الوقت معنا خلاص. هذا هذا عشان عندك نيك حلو. حلو يا ربع وحوش. كفو طلع النتيجة قريبة. تعال دش قبلي مشعل. لا كنا زاوية يسار ها ولا سمحت. ما حلو. واحد انا راح اشيل هذا ومات. تبلت اخر يمين اخر شيء اخر سمات اخر شيء يمين. مو عندك بشارك كام شلته. الله بس اخر واحد فينش يا شباب. فينش اخر واحد فينش. لا هذا كان باقي اثنين ذبحنا اثنين. كان باقي ماله ازرع اخر واحد فينش صيدوا اثنين. اخر واحد فينش ارحم لي والديكم. اثنين صيدوا بس طلعوا اثنين مع يو لا بس خلا مشعل فنشه. خلا فنشته ايوه. لا حرام يا مشعل. انا اللي قاعد افنشه خربتها. هو ماسكه فنش كذاب. انا ماسك والله من اللاك شوف شوف الكل كام. شوف ايش عرفني خربته والله. بس يلا الحين اللي بعده التيم اللي بعده هارد بوينت. الحين هارد بوينت شباب الجيم الاخير وبنفوز بالبطوله خلاص. البوينت يا بشار خليك عند البوينت. ها انت دش البوينت مع بلكنس. اوكي انا وياك بالبوينت. ها عندي ابي ايوه شاتجن. يلعب شاتجن وان شوت. اثنينهم وان شوت. بقطهم بلا لحظه امام. قطوا غنابه بعد ستة. لا قط فراقه مات. داش نس الله عليك وان شوت. انا قاعد اشوف نص. بشار الله عليك يا شباب. اللي بعده نص دمشت شلتهم. واحد جايكم من ورا. انا ريلود. اللي بعده شوت. شلته الله عليك. لا حيط اخذ البوينت قطيت كون. اطلع رجال اطلع. الله عليك قط كيناين ما ادري جاب. انا جبته الله عليك والله وحش. تبقوا انا بقعد بالبوينت. اللي بعده شوت. ها تمت كلهم واحد هيك بيك من دري هذا الصاعد فوق عرفته. ترى كله فراقات ما وان شوت هذا. شلت اللي بعده اخذوا فيهم بس من عندكم هذول. اللي بعده احنا بس منا انا رحت هناك. اطلع يوسف داود طالع عنه. انا باخذ فيهم انا بمسك النص. قدرته بهذا حرام بوينت وان شوت.
شلته القم القم. اه ذبحتهم شنو؟ ثلاثة شلتهم، ثلاثة كاملين. اقوى شباب، بوينت بوينت يا شباب بوينت. بموت هني بموت هني، ما شفني ما شفني ما شفني، قاعد يحاول يذبحني. خلك خلك خلك، ذبحني شباب. هني بموت هني نفس مكاني، عند التاير عند التاير يمين يا بشار. الله عليك يا بشار. اه من بطح من البوينت، من بطح ماني قايم. ها يلا الفوز لنا. بس 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 عشق، بس عشق الفوز البطولة يا شباب. انا من بطح انا من بطح انا من بطح يا شباب. ثلاثة دخل 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 فزنا 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 البطولة. بس يلا ثلاثة ثمانية هيك من بطح 20 ثانية وفزنا البطولة يا شباب. شوف 130 وطق تمام. انا اقل واحد قاتل 55. راح تاخذ حسن. ماينس شوف ماينس ماينس. بشار داخل الجيم يجمع حسن. الله يبارك فيك. فأي يا شباب، مثل ما شفتوا فزنا البطولة بفضل الله وبفضل الفريق الرهيب اللي معاي واللي هو تيم توكسيك. كل جيم أنا كنت آخر واحد، الشباب اللي معاي هم اللي فوزوني، هم اللي شغالين دعس ما شاء الله عليهم. راح تلاقوا جميع حساباتهم موجودة بالوصف، أتمنى تروحوا وتشيكوا عليها. ومتأكد في حد راح يسألني بشار شو الشوتجن اللي تستعمله. هذا هو مثل ما شايفينه قدامكم الكومبات شوتجن، وهي الإضافات اللي عليه جدا رهيب، أنصحكم تلعبوا فيه قبل ما يضافوه. وحاليا خلنا نروح ونلعب مع لاعب كرة القدم المشهور. ملاحظين اسم غريب؟ مين؟ اوه عبد الفتاح عسيري. عبد الفتاح عسيري شغله والله فاهمين انك تعمل فهاوة. حياك الله يا كابتن، معليش عطلناك تاخرنا عليك. لا عادي، جاي كذا معرق بالسماعة يا جماعة. ها منتظركم. يا مرحبا يا مرحبا بالشيخ. طيب نور. الله حياك نورين والله. بدا الجيم شباب، اللي فيه خير يقتل فتاح، اللي فيه خير باذن الله تعالى. والله لا تتفنش يا مودي انت، والله لا اخربها معاكم يا عيال. لا 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 سدد الشتقن طيح اذني. انا اسف. بشار الله يرحم والديك، فكنا من ذا اللعب. داخلين سولف ونضحك مع لعيب جاينا بالشتقن. يا بشار يا رب بالله يطلعوني يا ليل. والله بدون اذاني صرت رب الكعبة يا ناس. الو يا بشار الله يرحم والديك، فكنا يا رجل. خلاص خلاص بلعب سكين. يا ليل يا بشار. اقسم رب. بشار بشار اللي قتلني انا. ايوه والفائز بالبطوله. ايوه يلا يلا تعال 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 سوي لي خطوات تعال. ايوه هذا هذا موت امه هذا. ايوه امه وين انا وياك وين. لا كم ساعه تلعب يوميا ما شاء الله؟ شويه شويه يعني شويه شويه 17 5 6 7 ساعات تقريبا. شباب 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 لازم وينك يا خوي؟ لازم نخلي عبد الفتاح يفنش. تعال نص تعال نص نص الماب. يا سلام عليك. وينك؟ حلو حلو. شوف هنا شوف 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 انا هنا شوف انا شوف 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 ابيك تعلق دائره بس زي كذا على اي واحد. حقول دائره على اي واحد. ايوه 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 تعال 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 اضغط على ذري دائره اليمين اليمين علق عليه علق عليه اضغط. ايوه شوف كذا مرة ثانية شوف. يا سلام والله الكل عاقد علي، كل شوي يستغل الفرصة ليفنشوني. وش هذه؟ يلا يا كابتن ليتس جو. يلا يلا اجين اجين اجين. ايوه يلا تشوفر اخر واحد. شكرا يا كابتن على وقتك، استمتعنا معك حبيبي. والله شكرا لكم، والله انا استمتعت معاكم والله. اتمنى انك ما تشخصنها معي اللي صار في اللعبه يعني في اللعبه. لا لا خلاص لا في اللعبه عادي. فرصه سعيده كابتن، ان شاء الله نلتقيك على الحياه الواقعيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله حبيبي. شكرا يا كابتن يعطيك العافيه يا حبيبي، تشرفنا فيك حبيبي ان شاء الله. فاي يا شباب هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، واذا ودك تشوف البطوله بالكامل بدون اي تقطيع راح تلاقي الرابط موجود اول شيء بالوصف. كنت فاتح بث مباشر على قناتي الثانيه وقت بدات البطوله وظل محفوظ الفيديو هنيك، فروح شيك عليه لو يهمك هالشيء.
وبس، كمعكم شركيال وشركة كيش، شكم الجهات الثانية إن شاء الله. مع السلامة.